شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا. في إطار تحفيز رجل الأمن للعمل بجد لحماية البناء لإشاعة الأمن، عرضنا البارح في مجلس وزاري ثلاثة مشاريع قوانين. الأول يخص حوادث الشغل، لأنه رجل الأمن غير مؤمن أثناء حوادث الشغل الأمراض المهنية. الثاني يخص التجمر السلمي وكيفية تدخل رجل الأمن بطريقة معينة يراعى فيها التدرج في استعمال القوة. والثالث يخص حماية المقرات والمعدات الأمنية. ثم تناولنا منحة الخطر والزيادة فيها. إن شاء الله ثلاثة قوانين هذه ومنحة الخطر ستكون موضوع مجالس وزارية مضيقة في المستقبل إن شاء الله. سيد الوزير، أنت حكيت قلت الأمن يجب يكون جمهوري، شنو هي الضمانات باش الأمن يكون جمهوري؟ الانتقالية الحالية نضع لبنات الأمن الجمهوري، لكن معناها باش تبني أمن جمهوري راهو على مدى متوسط وطويل. الأمن الجمهوري هو الذي يكون محايد، الأمن الجمهوري اللي ما يفرقش ما بين الغني والفقير، الأمن الجمهوري هو اللي يغيث التونسي أينما كان. هذا هو مفهومنا في الأمن الجمهوري، إن شاء الله نصبر على مستوى المتوسط، لكن نبدأ فيه من تفصيل. بالنسبة للي تقاعدوا مش سؤال برك، نعرفوا اللي حليت معاهم بيت معناتها وين وصلت تحكيت اللي تقاعدوا مش مبين؟ يا ربي يهديهم. كل تغيير سيثير بعض الحديث من هنا وهناك. نحن نطلب منكم الحكم على أداء الوزارة لا على الأشخاص. ثم شكون يصلي، ثم شكون يشرب، ثم شكون هي حاجات شخصية ما نحبوهاش، هي تكون هي المعيار الذي يحكم به على وزارة الداخلية. حاسبونا على أداء الوزارة ككل، هل هو محايد أو غير محايد. أول تيست كان بنزرت وأحداث بنزرت، ثم عديد شكاوى لاستعمال القوة المفرط شوية في بنزرت. احنا عندنا 10 أعوان مصابين، وثم حتى مصاب في صفوف معناها المحتجين. هذا يدل على أننا توخينا الحذر الشديد، حذر شديد في المعاملة. ثم مفارقة كبيرة، وثم صعوبة على الميدان في كيفاش تحمي المؤسسات وفي نفس الوقت ما تمسش بالمحتجين. هذه احنا المعادلة هذه وحاولنا ان نجسدوها في الاحداث مع بنزرت، ونتصور انه معناها نجحنا فيها. شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا.